بنحييكم مشاهدينا احلى تحيه من قناه الفجيره بحلقه جديده وصفه جديده من برنامج ملح وسكر. طبعا اعزائي المشاهدين هالبرنامج بيعمل اكل مالح واكل حلو، يعني طبعا اكلات شرقيه غربيه كل من جميع انحاء العالم بنقدم اطباقنا الشهيه ببرنامج ملح وسكر. وطبعا عنا اليوم اعزائي المشاهدين عاملين لكم منسف اردني بالجميد الكركي، الكرك بجميد الكرك، يعني هذا اكل اردني موصوفه طيب كثير ولذيذ كثير. يعني هلا المنسف صار العالم كله يحب المنسف الاردني المشهوره فيها. وعندنا طبق الثاني طبعا اعزائي موز بالبسكوت صنف حلو. في سياق الحلقه بتشوفونا كيف بدنا نعمل هالطبقين المميزين. بس قبل ما نبتدي بالطبق الاول وهو منسف بالجميد الكرك، خلينا نطلع نشوف المقادير. مقادير المنسف الاردني: 500 جرام لحم غنم، 1 كيلو جرام لبن زبادي، 200 جرام لبن جميد، 500 جرام رز، بيضتين، 100 جرام بصل، 100 ملي لتر زيت نباتي، ملح حسب الذوق، و5 جرامات فلفل أسود، و10 جرامات كركم، و5 جرامات حب الهيل، وخبز صاج، و10 جرامات مطيبات بصل، هيل، ثوم، قرفة، وورق الغار. للتزيين 50 جرام لوز، 50 جرام صنوبر، و50 جرام بقدونس، وبالعافية. طبعا اعزائي لنبلش بطبقنا المنسف بالاول ونقول بسم الله. بدنا نولع طبعا النار، حطينا هذا النار. بدنا نجيب نحن طنجرة مثل ما شايفين، بدنا نحط نحن كل شيء مع بعضه. طبعا عندنا هون الجميد، هذا الجميد الكركي، في بيجي سائل وبيجي هيك بشكل كرات، يعني موجود بالسوق. اذا كان جبتوه جميد كره هيك كرات كبار شويه، يعني بيطلع الحبه شيء 200 جرام، فيكن تكسروا وتحطوه بتنقعوا بمي من عشيه لبكره، وتاني يوم تضربوه على الخلاط وبصير عندنا هالجميد الكرك اللذيذ. طبعا حطينا الجميد هون بالطنجره. بدنا نحط هون عندنا لبن زبادي، مشان دائما الجميد هو شوي قوي لانه بيستخرج من حليب النعاج، لهالسبب بيكون شوي قوي وطعمته قويه شوي، بده ينكسر بزبادي. بنحط طبعا الزبادي فوق منه، وبدنا نحط كمان معه مثل ما شايفين بدنا نحط شويه ملح وشويه فلفل، شويه صغيره مش كتير، رشه خفيفه. وبدنا نحط كمان هون كمان شويه ملح، ومثل ما شايفين نحن هون اعزائي بدنا نحط بيضتين صغار، البيضه 30 جرام، لانه البيضتين بيجوا 60 جرام قد بيضه، فيكم تحطوا بيضه كبيره او بيضتين صغار معهم، نكسرهم هيك مثل ما شايفين هيك اعزائنا المشاهدين. بدنا نحن نضربهم شوي، بس قبل ما نضربهم خلينا نحط لهم ملعقتين نشا منشان لحتى ما يفرط اللبن، لبن والجميد اذا ما حطيتوا له ملعقتين نشا يعني عاديات مش كبار كتير، منشان هيك بهالشكل، هي ملعقه وهي اثنين بالضبط، ما بدنا اكثر من هيك. ونحن كمان بدنا نقلكم نحن هلا بدنا نضربهم شوي بس، ولكن لنقلكم كيف عملنا هلا هل هوني هوني اعزائي المشاهدين سلقنا اللحمه، لحمه بيكون لحمه غنم يا فخذ يا طبعا كتف او ذبيحه حسب الكميه اللي انتم بدكم تعملوها.
نحن هلا عم نعمل شيء بسيط يعني على اساس انه نشوف نقول لنا المشاهدين كيف يعني بنعمل هالمنسف اللذيذ، بنعمل على ذبيحه، بنعمل على نص ذبيحه، بنعمل يعني مسطره. بعدين اعزائي المشاهدين بدنا نحن هلا ناخذ المرق شويه من هذا اللحم هون. شوفوا سلقناه نحن بالمطيبات، بهالمطيبات اللذيذة. هذا اللحمة سلقناها، لازم أول شيء أعزائي المشاهدين نغسل اللحمة. أنا غسلتها اليوم بتقريبا ملح وحامض وشوية خل وملعقتين طحين، غسلتهم مزبوط مزبوط مزبوط، ورجعت شطفتهم مرتين ثلاث مرات، ورجعت حطيت لهم ماي نظيفة وسلقتهم بالمطيبات، وهي بصل، ثوم، كوبشين قرنفل، عودين قرفة، ورقتين غار يعني. وبعدين رجعت صفيتهم آخر شيء وحطيتهم. هلأ بدي حط معهم أنا من طبعا شيء كبشتين أو ثلاث كبشات مرق اللحم. هذا مرق اللحم كتير طيب مع مع الجميد، بصير يطلع كتير لذيذ بهالشكل. هلأ بهالشكل أعزائي لازم هلأ طبعاً تغلي، بدنا تغلي هالجميد مع اللبن. هوني بدي قلكم شغلة صغيرة، عملنا نحن رز، هذا رز، هذا الرز طبعاً حطينا معه ملعقة صغيرة كركم، بيجي لونه أصفر بهاللون الصفار. وعندنا هوني خبز، فيك تجيبوا خبز، اي خبز مرقوق، خبز تنور، اي خبز بهالشكل لنحطه نحن تحت الرز منشان لحتى نحط له المرق جميد ويتشرب ويتشرب هالخبز اللذيذ ليكم احلاه بشهي. هلا نحن اعزائي المشاهدين بدنا نحن ناطرين اللبن تيغلي، او شيء روعه بالضبط عم يغلي اللبن. شوفوا كيف صار، يعني دقيقتين بيكون جاهز. هوني نحن ساعتها عندنا هوني كمان لوز محمص وصنوبر والعدي هيدي يعني صنوبر ولوز وفستق حلبي، هودي حمرناهم بالفرن شوية قبل الهواء مش نرشهم على فوق الرز واللحمة. وعندنا كمان هوني شوية زبدي سيحناهم مشان الزبدي أو سمنة بلدي اللي بتفضلوا انتو بتحبوا تحطوا عليه. هلأ صار تقريبا جاهز، بس قبل ما يجهز بدي شيل انا شويه مشان اقدمهم على جنب قبل ما صقت اللحمه تتشرب معه. هيك بهالشكل لحتى انا هلا حط هلا طبعا مثل ما شايفين طفينا النار عليهم. بدي شيل انا شويه جميد على جنب، شوفوا ما احلاهم بهالشكل. وبعدين هوني انا نزل طبعا بدي نزل هاللحمه بقلب الجميد منشان حتى تغلي مع اللبن بهالشكل. شفتوا كيف؟ هلا بنحط دائما اللحمه مع بدنا نضيف لها شويه مرق منشان كمان تستوي مع بعضها. هلا تكمل استوى، هي مستويه بس ولكن انا بدي اياها تكمل شوي، تقريبا بدا على القليله شي ربع ساعه لتستوي مع بعضها. هلا بنغليها بنسكر عليها وبنتركها لترمي السكب. هلا بنغطيها على القليله، بدا تقريبا اعزائي ربع ساعه بس لتغلي. خلينا نطلع فاصل صغير وبنرجع نكمل معكم.
يعتبر المنسف من أشهر وجبات بادية الشام الواقعة بين سوريا والعراق والأردن وفلسطين، ويعتبر الأردنيون والفلسطينيون الأشهر بإعداده، وهو إحدى الوجبات التي تعتمد على اللبن المطبوخ واللحم مع الأرز أو البرغل، ويقدم في أغلب المناسبات. طبعاً أعزائي رجعنا بعد فاصل قصير وشفتونا كيف عملنا طبعاً الجميد على النار وحطينا اللحمة عليه وخلينا على نار هادية، بده على القليلة ربع ساعة لأنه هو اللحمة مستوية. وهلأ بدنا نبلش بطبق الحلو وهو موز بالكريمة والبسكوت. وهلأ قبل ما نبلش بهالطبقنا الحلو موز بالكريمة والبسكوت، تخلينا نطلع نشوف المقادير. مقادير حلو الموز بالكريمة: كوب ونص ماي، 200 مليلتر حليب مركز محلى، 300 جرام كريمة، علبة بسكوت سادة، 4 حبات موز، و50 جرام نشا، و50 جرام فستق حلبي، و10 جرامات فانيليا. وبالعافية. طبعا أعزائي بدنا نبلش هلا بنولع النار ونحط الطنجرة لنعمل لنطبخ البودين. بودين بال طبعا هيدي بسموها مهلبية، مثل المهلبية بس بطريقة غير، يعني مع الموز والبسكوت بالكريمة وحليب المكثف المحلى. هلا بدنا نحط نحن طبعا فينا نحط مي وفينا نحط حليب. ليش؟ لأنه هون عندنا الحليب المكثف عندنا إياه، وبدنا نحط نضيف عليهم هلا لهالشكل الكريمة. هيدي الكريمة بالضبط، هيدي الكريمة حطينا فوق الحليب، أو إذا بتحطوا أنتوا مي فيكن تحطوا تقريبا كبيتين مي. هذا حليب المكثف المحلى. نحن فيش لزوم نحط سكر لأنه هذا بيغني عن السكر لأنه مكثف ومحلى بالضبط. هلا هون عندي أنا فانيلا، بدي احط الفانيلا عليهم. بس قبل ما احط الفانيلا بدي اجيب حركهم شوي هيك مع بعضهم. وهيدي الفانيلا كمان، شوفوها فانيلا، بدنا نحرشها فوق من هون عشان تعطينا النكهه اللذيذه. وعندنا هون طبعا بنحط لها شويه نشا بهالشكل. مشان حتى تسمك. في عنا كمان فينا نحط البودين بيكون جاهز عادي. انتوا اذا بتلاقيتوا بودين جاهز فيكم تستغنوا عن النشا بتحطوا اعزائي. هلا بدنا على القليله لتغلي، بدنا على القليله ربع ساعه مشان تغلي هال طبعا هالبودين مع الموز والبسكوت. وبعدين بنرجع بنحط البسكوت بالجاط وبنحط موز سلايس عليهم، فستق حلبي. وبعدين مثل ما شايفين هلا بدنا نقطع، نطلع الموزات هيك نقطعهم بهالشكل بهالشكل هيك طبعا من قصهم هيك. وهلا بدغري منبلش بفيون لجيب انا الطبق اللي طبعا هيك بدنا نعمله هيك بهالطبق. هي طبق البسكوت بهالشكل هون هيك. انا حطيت كم حبه هيك مشان نسهل طبعا. هلا بس تتماسك هلا البودين يتماسك شويه دغري بنسكبها فوق البسكوت وبنرجع مثل ما شايفين قطع الموز شرحات بهالشكل هيك. فينا نقطعهم هيك هيك بهالشكل.
ودغري بصير سهل علينا. نصفهم بالقالب البسكوت، شوفوا ما احلاهم. هلا انا بدي اجيب طبعا الكبشه هون مشان لحتى شوفوا بلشت تتماسك شويه، بس لازم دائما البودين لازم يكون شوي متماسك، اذا ما كان متماسك يعني ما بيكون، لازم يغلي بالاحرى، نحن بدنا اياه لحتى يغلي بهالشكل. طبعا اعزائي صارت جاهزه ليكو كيف هذا، هلا بنطفي النار عليها، طفينا النار وشوفوا كيف صارت بهالطريقه الحلوه كثير وطيبه كثير وفيها كل شيء مثل ما شايفين. هلا بدنا نسكبها هلا بهالشكل، شوفوا كيف صارت روعه، هيك بدي اياها انا متماسكه، لا شديده ولا رخوه، 100% مزبوطه. هلا هذا بدنا هلا مثل ما شايفين اعزائي، لازم اول شيء نحط حطينا البسكوت بالكعب، بدنا نحط عليهم طبعا البودين، بنحط عليهم البودين لحتى تتماسك والبسكوتي كمان تتشربها طبعا هالصوص. هلا بدنا نحط عندنا الموز، نصح نحط الموز، فينا نحن مثلا هيك نرش عليها شويه بسلق حلبي هيك وبعدين نرجع نحط الموز هيك شرحات موز عليها، يعني طبق لذيذ هيك وطيب وخفيف وغني بالفيتامينات. وبعدين الموز فيه بوتاسيوم كمان، يعني من المغذيات كمان، وننصحكم اعزائي كل يوم كلوا موزي بالصبح لانه الموز بيقولوا فيه له فوائد كثيره. هلا شفتوا كيف بدي انا احط فوق منهم بسكوت بهالشكل، هيك بهالشكل، ارجع اعمل طبقه ثانيه من البسكوت، من البسكوت طبقه ثانيه على الموز، شوفوا كيف. هذا بسكوت ماري يعني ما في اي شيء، هذا بسكوت ماري، هيك بهالشكل. حطينا اول طبقه بسكوت، ثاني طبقه صوص، ثالث طبقة موز، وهلا بدنا نحط كمان طبقة فوق من هون بهالشكل، بهالشكل على البسكوت مشان هيك طبعا البسكوت يكون طري شوية، مشان لحتى شوفوا كيف صار. هلا بدنا نحط كمان طبقة موز فوق البسكوت، فوق البسكوت والصوص بهالشكل. طبعا لذيذ الطبق على انا، وبعدين بكفي ريحة الحلو دائما طيبة، فيها الفانيلا، فيها الاشياء اللذيذة يعني مثل ما شايفين هيك بهالشكل. خلينا نرجع نحط كمان بهالشكل، هيك بهالشكل عليها طبقة الثانية، نزيدها شوية بهالشكل، شوف ما أحلاها الطبق اللذيذ. هلا بدنا نحن نرش لهم شوية فستق حلبي خفيف عليهم، فينا هيك بالملعقة هيك بهالشكل. طبعا هلا بدي احط اخر طبقه بهالشكل،
فوقه، ساعتها بيكون طبقنا جاهز للتقديم. لازم نحطه أعزائي بالبراد تقريبا نص ساعة بكون صار جاهز للتقديم. هلأ صار خالص، بس أنا بدي أحط بسكوتي هيك لنعرف إنه هذا طبعا بالموز والبسكوت. وطبعا أعزائي خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نتابع معكم. طبعا اعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير حطينا نحن اللحمه بالجميد، خليها تستوي وعم تغلي شوي، وهون عملنا الرز الاصفر. دائما في منهم بحطوا له رز اصفر، في منهم بحطوا له رز ابيض. هلا بدنا نسكب طبعا المنسف. المنسف بينسكب بينحط اول شيء خبز، طبعا مثل ما شايفين هذا الخبز، يا خبز صاج يا خبز تنور يا خبز، طبعا اي نوع من انواع الخبز ينحط على المنسف يعني قبل ما تسكب الرز عليه بهالشكل. شوفوا شو حلو حلو هيك. ليش؟ لانه اللي بتحطوا الجميد، بتحطوا الجميد على المنسف بيتشرب الخبز والرز. هلا نحن هلأ أعزائي نسكب الرز مثل ما شايفين. هذا هوني ما أشبهنا إياه، خلينا نسكب الرز بهالشكل. لبينما أعزائي ما نسكب الرز على الخبز، خلينا نطلع نشوف فوائد الجميد. فوائد الجميد: غني بالعديد من العناصر الغذائية كالبروتينات والمعادن والفيتامينات، وأيضا يساهم في بناء العظام، بالإضافة أنه يساهم في تعديل مستوى السكر في الدم وينصح به لمرضى السكري. طبعا أعزائي سكبنا المنسف، حطينا طبعا الخبز التنور بالجات، حطينا الرز عليه، حطينا اللحمة فوقه. طبعا اللحمة المغلية مطبوخة بالجميد، وهذا الجميد كمان بحطوه على جنب. سقينا شوي نحن طبعا الجميد شوي سقينا على جنب الرز والخبز منشان يضل هيك طري. هلأ بدنا نزينه بالمكسرات واللوز هيك فوق منه بهالشكل. يعني المنسف لذيذ وطيب بهالشكل باللوز والصنوبر والفستق الحلبي. هلا بدي انا مثل ما شايفين حط لهم شويه بقدونس عليهم، نكفه صغيره بقدونس هيك لون الخضار على طبعا اللحمه والخضار والرز. هلا البقدونس الاخضر بيكون أحلى شي، روعة. هلأ صاروا ما شبهنا هني هو. بدنا أعزائي آخر شي مثل ما بتعرفوا بحطوا له سمنة بلدي، هاي سمنة البلدي بحطوا فوق منه شوي صغيرة هيدي على مشان هيك يعطي نكهة لذيذة بهالشكل. وهذا صار جاهز طبقنا، فينا نقربه شوي هيك ونحط هذا الجميد على جنبه بشان. وعندنا هون كمان اعزائي بدنا هذا، طلعنا طبعا الموز مع البسكوت بالكريمة بودين وصار جاهز وبارد. بدنا نزينه، حطينا له كم حبة كرز قبل ما نحطه بالبراد، وهلا بدنا نزينه بالفستق الحلبي بهالشكل هيك. نعمله بشكل قمر، يعني قمر بالنص وزي الشمس هيك بيطلع حلو كتير بهالشكل هيك. شيء شوفوا كيف ما احلاها.
يعني أهم شيء دائما يعني لمسة صغيرة آخر شيء هيك بيطلع منظر الجاد حلو. طبعا أعزائي المشاهدين هذا طبعا المنسف الأردني بالجميد الكرك، وهذا طبعا الجميد البول الجميد على جنبه، وعنا عملنا كمان طبعا موز بالكريمة والبسكوت بهالطبق الشهي. وطبعا بكونوا أعزائي المشاهدين هودي أطباقنا لليوم. من إلكم خلصت حلقتنا، على أمل نلاقيكم بحلقة جديدة وصفة جديدة من برنامج ملح وسكر، وإلى اللقاء وباي باي.